الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة من شعبة نحوه متفق عليه. قال: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، أي حتى تتورم من طول القيام، وهذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أنه كان يطيل القيام. ولذلك عندما صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ولقد هممت بأمر سوء، يقول عبد الله بن مسعود، فقيل له: وماذا هممت به؟ وما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أدع الصلاة وأتركه، يعني في صلاته، من طول القيام، مع أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان شابا قويا، ولكنه لم يستطع أن يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام إطالة شديدة حتى تتفطر قدماه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأت ذلك منه عائشة قالت له: لماذا تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له كل ذنبه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قد غفر له صلى الله عليه وسلم كل الذنوب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل هذا بالتقاعس عن العمل الصالح، بل جعل هذا الفضل زادا له في التزود من طاعة الله عز وجل شكرا له. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبشرون بالجنة وهم يمشون على الأرض أحياء، ومع ذلك لم يتقاعسوا عن العمل، بل ما زادهم هذا التبشير إلا خوفا من الله وطمعا في ثوابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا قال لعائشة؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي على هذه النعمة أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه يصلي لله عز وجل حتى تتفطر قدمه. وذلك إذا أنعم الله عز وجل على العبد نعمة عليه أن يقابل هذه النعمة بالطاعة، وهذا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله وأن تقابلها بالتزود من الطاعات والقربات شكرا لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته، تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته بالنصيحة والتوجيه والإرشاد والمعاهدة والمصابرة والمرابطة على ذلك، وإلا فإن عليا وفاطمة في بيت منفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء إليهم إلى بيتهم وطرق عليهم وقال لهم: ألا تصليان؟
يعني صلاة الليل، وكل هذا يدل على فضيلة صلاة الليل، وأنه ينبغي للمسلم أن يتعاهد أهله وآل بيته بالمعاهدة والتوصية بقيام الليل، لما في قيام الليل من الفضل العظيم والأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من العون على بقية الطاعات والعبادات. ثم قال رحمه الله: عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم يعني بن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذان الحديثان فيهما بيان فضيلة قيام الليل، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، نعم له النبي صلى الله عليه وسلم لما له من الأعمال الصالحة، ولكن كان ينقصه هذا العمل الصالح حتى يكمل عبد الله بن عمر في عمله وفي قرباته، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فلما سمع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما قال سالم ابنه لم ينم من الليل إلا قليلا. وجاء في حديث أنه رأى رؤيا أنه أمام النار، ورأى في النار أناسا يعرفهم، فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أو قص عليه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فدل هذا أن قيام الليل من أعظم الأسباب المنجية من عذاب الله يوم القيامة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا عبد الله، هذا وصية، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا فيه أهمية المعاهدة على قيام الليل، قد يقوم المرء أولا ثم يترك، ولذلك على المسلم أن يتعاهد نفسه وأن يصابرها على قيام الليل ولو شيئا قليلا. وأعظم وأفضل الأعمال عند الله أدومها وإن قلت، لذلك على المسلم لا يغرق نفسه في أول الأمر، يعني مثلا يصلي صلاة طويلة وركعات كثيرة قد يمل في أول الأمر، ولذلك على المسلم أن يدرج نفسه في العمل الصالح، فإذا درجها واستجابت ولانت له أن يزيد بعد ذلك ما يشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تصلي على ركعتين، ما تصلي وتر ثاني، ما توتر مرة ثانية، ما توتر مرة ثانية، تصلي أكثر لكن ما توتر. إيه يجوز.